مشاهدينا، والآن وقفة مع أخبار المال والأعمال. الجولة الاقتصادية وشروق عماد الدين. أهلاً بكما، شكراً فاطمة، شكراً يوسف، أهلاً بحضراتكم وجولة اقتصادية جديدة. شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على اهتمام الحكومة بالعمل على تطوير الصناعة، وأنه السبيل الوحيد لإحداث نمو اقتصادي حقيقي. وخلال اجتماع مع رؤساء الغرف الصناعية في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أكد مدبولي الحرص على الاجتماع بشكل دوري مع رؤساء الغرف الصناعية من منطلق دعم الدولة لقطاع الصناعة وسعيها الدائم لتذليل أي عقبات أو تحديات من أجل دفع العمل في القطاعات المختلفة، لافتا إلى اتخاذ الحكومة خلال الفترة الماضية خطوات واسعة لدفع قطاع الصناعة الوطني. أظهرت أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة سجلت 66.7 مليار دولار خلال العشر سنوات الماضية. وذكر جهاز الإحصاء أن الاستثمارات الأجنبية بلغت 8.9 مليار دولار عام 2021-2022 مقابل 4.2 مليار دولار خلال العام المالي 2013-2014. وتصدرت السعودية قائمة أعلى 10 دول استثمارا في مصر خلال النصف الأول من العام المالي 2022-2023، حيث بلغت قيمة استثماراتها 2.1 مليار دولار، تليها في المرتبة الثانية الإمارات ثم إيطاليا والمملكة المتحدة. استقبل رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع سفير دولة كوريا الجنوبية بالقاهرة كيم يونغ هيون، يرافقه وفدا رفيع المستوى بهدف بحث سبل التعاون المشترك. وخلال اللقاء أعرب ربيع عن تطلعه لاستكمال التعاون البناء بين هيئة قناة السويس والمؤسسات والشركات الكورية الجنوبية العاملة في المجال البحري، لا سيما في المجالات المتعلقة بالتحول الأخضر. وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس بدأت أولى خطواتها الفعلية في التوجه نحو التحول الأخضر بتعزيز استخدام الطاقة النظيفة في تشغيل محطات الإرشاد الموجودة على طول القناة. افتتح اليوم أول مكتب سجل تجاري نموذجي على مستوى محافظة الجمهورية، وذلك داخل المركز التجاري بالمنطقة التجارية اللوجستية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية. المكتب أقيم على مساحة 120 مترا مربعا، ويقدم متوسط أداء معاملات من 300 إلى 350 معاملة يوميا، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي وتيسير الحصول على خدمات متميزة. بيقدم المكتب كافة الخدمات للتجار من قيود أفراد، شركات، تأشيرات، تجديدات، شهادات محو، شهادات سلبية، مستخرجات. المكتب متاح من 8:30، أو الخدمة متاحة من 8:30 ل 2:30، وبنشتغل فترة السهر من 3 لـ 6 مساء. منطقة لوجستية طنطا دي بتغرب 4 محافظات، هي محافظة كفر الشيخ، محافظة المنوفية، محافظة الغربية، محافظة المنصورة. وجودنا في المنطقة اللوجستية النهاردة والعائد بتاعه على المريض المصري وعلى الصيدليه، النهارده احنا بيبقى عندنا منطقه لوجستيه بالحجم ده 31000 متر، متوقع انها تشيل في المرحله الاولى بمليار جنيه بضاعه. مليار جنيه بضاعه بتوزعه على 8000 صيدليه، 8000 صيدليه في اليوم، متوقع احنا نطبع من 8 ل 9000 فاتوره بنوزعهم خلال 4 محافظات دول. وإلى سوق المال، حيث ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي أدى لإغلاق تعاملات اليوم مستهلة تعاملات الأسبوع، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمحلية، فيما مالت تعاملات المؤسسات الأجنبية والمستثمرين الأفراد المصريين والعرب نحو البيع. وارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنحو 2 ملياري جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 1.221 من ألف تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية
بلغت نحو 1.6 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي اي جي اكس 30 بنسبة 36% ليبلغ مستوى 18033 نقطة. كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 35% ليبلغ مستوى 3641 نقطة. وشملت الارتفاعات مؤشر اي جي اكس 100 الأوسع نطاقا، والذي أضاف نحو 30% ليبلغ قيمة مستوى 5369 نقطة. في منطقة الخليج، أغلق سوق الأسهم السعودية على ارتفاع على خلفية ارتفاع أسعار النفط في آخر تداولته، فيما يترقب المستثمرون خطابا لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لاستنباط مزيد من الدلائل من موقف السياسة النقدية. وارتفع المؤشر الرئيسي للسعودية بنسبة 0.4%، كما ارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة قطر بنسبة 0.1%. انتهت جولتنا الاقتصادية لنشرة السادسة، وعودة من جديد إليكم يوسف وفاطمة. شكرا شروق عماد الدين على هذه الوقفة الاقتصادية.